مساء الخير على كل متابعينا. النهاردة هنناقش في بيزنس موضوعات بتهم المستثمرين والمواطنين زي ارتفاع أسعار الذهب الأيام اللي فاتت ووقف العمل ببطاقة الخصم الفوري خارج البلاد، وكمان هنتطرق لقرار الحكومة تعليق الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج لبعض السلع. بس دلوقتي عندنا بشرى سارة للطلبة، أقامت شركة أدرس فعالية بمشاركة جامعات دولية في بلاد مختلفة لتيسير فرص السفر والدراسة بالخارج، وتقوم شركة أدرس بتنظيم هذا الحدث 3 مرات على مدار العام بحضور جامعات من 13 دولة حول العالم، وذلك لتعريف الطلاب المصريين وأولياء الأمور الراغبين في دراسة أبنائهم بالخارج بأفضل الجامعات المتطورة ونظام تعليم مختلف. لمزيد من المعلومات والتفاصيل خلونا نروح نشوف التقرير اللي جاي. المؤسسات التعليمية باليوكي لحتى نحن نجتمع مع الطلبة المؤهلين للدراسة في الخارج. طبعا كمؤسسة بيعملوا كامبينز وبيجتمعوا مع الطلبة ومع أهالي الطلبة وبيقدموا المقترحات للطالب حسب مؤهلاتهم التعليمية والمؤسسات التعليمية المناسبة لهم للدراسة في الخارج، وبعدين بينظموا الايفنت ده ونحن بنحضر الايفنت لحتى نجتمع مع الطلبه ونجاوب على استفساراتهم بشكل مباشر. بعد الايفنت طبعا الايساف كمان بيكون مسؤول عن انه على اي فولو اب كويشن بيجي بعد الايفنت بيكونوا مسؤولين على تغطيه هذول الاسئله بالنيابه عن المؤسسات التعليميه باليوكي. We choose to attend ESAF every year because they are very professional, and I think this is one of the most important events in Egypt, also in Middle East, because it helps us to connect high quality students from Egypt, from other countries as well. Thank you so much to Address team to make it happen for us. And also, we love to work with Address team. They have a lovely team here. They are very professional. They do everything. The life is much easier with them actually for us. Thank you to Address team as well for organizing this event. Address بيساعدوا الطلاب من A to Z، بيساعدوا الطلاب بيحضروا الدوكيومنتس، بيساعدوا الطلاب يختاروا الميجرز، بيساعدوا الطلاب to apply for their visa. فthey play very supportive role in terms of the application process للstudents. فنحن دائما بنكون مطمنين اي طالب بيقدم عن طريق Address. اليوم كمان الطلاب بيقدروا يستفيدوا من المواد اللي لازم ياخدوها، الميجرز اللي كل جامعة بتقدمها، السكولرشيبس اللي بيقدموها، مين بيقدر الطلاب يشتغل بعد ما يخلص دراسته إن كان بأمريكا ولا كندا ولا بريطانيا. احنا تقريبا لينا في الماركت وفي الستادينج ابرود سيرفيس بقالنا تقريبا أكثر من 15 سنة في السوق هنا المصري، وبنحاول حاليا برضه نتوسع في أكثر من مكان، بس طبعا الإيجيبشن ماركت هو الفوكس بتاعنا. زي ما انتم شايفين تقريبا في عندنا اكثر من 32 جامعه من اكثر من دوله في يوروب وفي الستيتس ومن كندا ومن هولندا ومن جيرماني وفي من ماليزيا. الحقيقه في مقوله شهيره جدا بيقولها نهرو زعيم الهند، طبعا بيقول ان احنا طبعا ايام ما كانت الهند فقيره جدا، يعني بيقول احنا فقراء جدا لدرجه ان احنا محتاجين نصرف على تعليم ببذخ. ده يبين اهميه التعليم واهميه الانفستمنت في التعليم. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل دوت للطلبه المصريين ان هم يقدروا يشوفوا الاوبشنز الكتيره ديت قدامهم، وان هم يبقوا رسل لينا بره، وبعد كده يقدروا يجوا ان شاء الله بتعليم وبخبره كويسه جدا ينقلوها السوق المصري. يعني نروح دلوقتي لقطاع الصحة، واللي شهد احتفالية مجموعة السعودي الألماني الصحية بافتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديدة بمدينة الأسكندرية. حضر حفل الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكان في استقباله قيادات مجموعة السعودي الألماني الصحية. وخلال الافتتاح أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي وتقديم مختلف عوامل الجودة
الجذب للقطاع الخاص في هذا المجال الحيوي. وعلشان نعرف تفاصيل أكتر خلونا نشوف التقرير اللي جاي. احنا هنا مش بنبني مستشفى، احنا هنا بنبني مدينة طبية، مدينة كاملة فيها مين هوسبيتال، جنرال هوسبيتال، فيها ستة مستشفيات تخصصية، فيها ميديكال كوليج، فيها أشياء أخرى هخليها سربرايز. وإحنا هنوري للناس إنه البلد دي أقسم بالله إنها المفروض تكون ده نمبر ون كنتري في العالم، مش في المنطقة، في العالم في السياحة الطبية. ليه؟ أنا بقول لكم ليه. ده الفكر اللي احنا فيه، احنا بنتكلم ايدياز وفكر وروح ورؤية. خلينا أقول إن النهاردة تشريف دولة رئيس الوزراء بافتتاح مستشفى السعودي الألماني للأسكندرية، الحقيقة ده دليل قوي جدا على أن الدولة المصرية بتعمل بكامل جهدها في إطار تطوير منظومة الرعاية الصحية داخل مصر. مستشفى النهاردة الحقيقة هي مستشفى تم تصميمها وبنائها على أحدث المعايير العالمية، وهي قدرتها الاستيعابية 300 سرير قابلة للزيادة إلى 1000 سرير في المستقبل. والمستشفى تم تصميمها واستخدام كافة المواد الخام مراعاة لأنظمة البناء الخضراء أيضا وللمحافظة على البيئة. وبنقول إن هي بتغطي مساحة، هتغطي الرعاية الصحية في مساحة جغرافية كبيرة جدا، منها محافظة الأسكندرية ومحافظة كفر الشيخ، محافظة البحيرة، وأيضا محافظة مطروح. كما أنها ستساهم أيضا في تغطية صحية لإخواننا في دولة ليبيا، وهتستطيع أن هي تجذب كثير من الإخوة الليبيين اللي بيطمحوا للعلاج داخل مصر، وبنقرب لهم المسافة أكتر من محافظة القاهرة. سعداء جدا بحضور هذه الاحتفالية اللي بتشهد تشريف دولة رئيس الوزراء المصري في واحدة من الرسائل المهمة جدا اللي بيبعتها للقطاع الصحي، وهو تشجيع الاستثمار وفتح الآفاق وتبني الدولة للاستثمار في القطاع الصحي في مصر وخصوصا القطاع الخاص. هذه المستشفى مستشفى سعود الألماني بالإسكندرية وقبلها مستشفى سعود الألماني بالقاهرة كانت حريصة منذ البداية على تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل المنشآت الصحية علشان المواطن المصري يحصل على خدمة طبية بأحدث ما وصل إليه العلم من تكنولوجيا وفي مجالي التشخيص والعلاج. دلوقتي عندنا بشرة سارة للمواطنين، حيث أطلق البنك الزراعي المصري قوافل باب رزق بكافة قرى ومراكز الجمهورية لنشر الوعي والشمول المالي للمواطنين وحثهم على الاستفادة من الفرص التمويلية للأنشطة متناهية الصغر لفتح أبواب رزق جديدة لهم وتحسين مستوى معيشتهم. وبدأت قوافل البنك بالانطلاق في قرى ومراكز 8 محافظات، وهي البحيرة والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان. وتستمر مسيرة القوافل حتى نهاية العام الجاري لتغطي كافة محافظات الجمهورية. ويسعى البنك الزراعي المصري ضمن أعمال القوافل على التعريف ببرامج التمويل متناهي الصغر باب رزق، والذي يستهدف تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف وصغار المزارعين من خلال إتاحة قرض صغير يصل إلى 15,000 جنيه بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة للغاية. ومع نجاح تلك الأعمال ورغبتهم في توسيع
نشاطهم، يواصل البنك دعمهم بإتاحة تمويل جديد يصل إلى 50,000 جنيه بنفس الإجراءات البسيطة. وحول أهمية تلك القوافل أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك الزراعي يعمل جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة ويساهم بقوة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال التوسع في إتاحة ومنح التمويل للأنشطة الزراعية والإنتاجية والريفية بالقرى لتحسين مستوى الدخل وتطوير وزيادة الخدمات المصرفية بجميع القرى. ولسه مكملين مع البنك الزراعي المصري واللي شارك منذ أيام في معرض تراثنا بمجموعة من الحزم التمويلية لأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة. علشان نعرف تفاصيل أكتر هنروح مع حضراتكم نشوف التقرير اللي جاي. دكتور إيهاب، النهاردة على هامش مشاركة البنك الزراعي لمعرض تراثنا في الدورة الخامسة ليه، عاوز حضرتك تكلمنا عن مبادرة رواد النيل. مبادرة رواد النيل هي مبادرة البنك المركزي مع البنوك المصرية علشان يفتتح الوحدات دي اللي هي بتخدم رواد الأعمال أصحاب الأفكار اللي عايزين رعاية. يعني بالضبط كده كل واحد يبقى عنده فكرة محتاج ما يعرفش يعمل دراسة جدوى ازاي، يعمل مسح للسوق ازاي، يدير البيزنس بتاعه ازاي، وكمان حتى لما بيعمل دراسة جدوى وبياخد التمويل في حاجات تانية كتير لرعاية البيزنس ده أهمها. والرواد النيل بتعملها هو عبارة عن 9 خدمات على فكرة، التمويل هو واحد منها بس، ال8 خدمات التانية خدمات غير مالية منها إدارة البزنس ومعرفة إدارة البزنس. الحاجة التانية كمان إن التشبيك المشروعات الصغيرة دي مع المشروعات الكبيرة علشان يبقوا يا بيورد يا بياخد منه منتجات. كل الفكرة بتاعت رواد النيل يعني على الحفاظ على المشروعات الصغيرة للاستمرار. يعني البنك الزراعي تبنى الفكرة دي بصراحة بقوة جدا، ومن البنوك يمكن البنك رقم 1 في عدد الوحدات. احنا عندنا حوالي 11 وحدة رواد النيل، وقبل نهاية السنة ويمكن قبل في الربع الاول من 24 هيبقى عندنا حوالي 22 وحدة لرواد النيل لخدمة رواد الاعمال واصحاب المشروعات الصغيرة او كمان اصحاب الافكار اللي محتاجين الدراسة ومحتاجين العناية بتاعتها دي. والحاجة الكويسة كمان ان احنا بنغطي المحافظات لدرجة ان احنا ان شاء الله هيبقى عندنا وحدة لرواد النيل في سيوة، وحدة لرواد النيل في أسوان، في كل معظم القرى والنجوع. والمستهدف بتاعنا كمان على اللونج ران على المستقبل ان احنا نفتتح وحدات اكتر واكتر طبقا للحاجة، وخصوصا ان الحاجة مهمة احنا محتاجينها في مصر، العناية والرعاية بالمشروعات الصغيرة. دكتور إيهاب، عاوز حضرتك تكلمنا عن بروتوكول البنك الزراعي مع البرامج الحكومية. البنك الزراعي وهو واحد من دراعات الدولة في التنمية وبصفة خاصة في التنمية الزراعية، عندنا أكتر من بروتوكول الحقيقة وأكتر من تعاون مع أكتر من وزارة في مصر لإعداد برامج ومنتجات فيها مبادرات رئاسية أو مبادرات حكومية. المبادرات دي محتاجة تمويل، ومحتاجة تمويل مبسط بإجراءات بسيطة، وكمان محتاجة بعد الإجراءات وبعد المنح العناية بتاعة استمرار المبادرة دي ونجاحها. يعني منها مبادرة التطوير بتاع شبكة الري، شبكات الري في مصر، ودي اللي هينتج عنها توفير بيزيد عن 45-50% من المية في مصر، غير رفع مستوى الجودة بتاع المحاصيل، وغير كمان اللي بيحصل ده ان احنا التطوير اللي بيحصل ده بيوفر مش بس مية، بيوفر أسمدة وبيوفر المبيدات اللي بتتحط على المحاصيل الزراعية. بالتالي فدي مبادرة مهمة جدا البنك متبنيها، واحنا يعني في الوقت الحالي في محافظتين كاملين بيتطور فيهم أعمال الري في مصر. من المبادرات كمان المهمة مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان في مصر، خاصة موضوع الألبان ده ونسبة النقاء ودرجة النقاء والجودة بتاعته
والطلب المهم اللي يكون في مصر اللبن اللي بيشربه الأطفال وبتشربه الأسرة المصرية في مستوى عالي من الجودة. البنك تبنى المبادرة دي، يمكن البنك الوحيد في مصر اللي تبنى المبادرة دي، وإحنا وصلنا لعدد كويس من المشروعات اللي هي بتطور صناعة الألبان في مصر. أستاذ محمد، عاوزين حضرتك تكلمنا عن مشاركة البنك الزراعي في معرض تراثنا للدورة الخامسة. احنا بنتشرف ان احنا موجودين في معرض تراثنا وللمرة الخامسة وفي السنة الخامسة بمشاركة جهاز تنمية المشروعات اللي هو الصندوق الاجتماعي سابقا. احنا شركة معايا تقريبا في التمويلات الميسرة اللي متاحة لغاية دلوقتي، واخدين حوالي 3 مليار من جهاز تنمية المشروعات. اما عن مشاركتنا فده بنعتبره دور اساسي. 3 مليار هو حجم التعاون ما بين البنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات؟ جهاز تنمية المشروعات من يوم ما ابتدينا مع التعاون من سنة 93 الى يومنا هذا. بالنسبة لمعرض تراثنا؟ بالنسبة لمعرض تراثنا احنا بنتكلم ان احنا دي المشاركة الخامسة مع الزملاء الافاضل في جهاز تنمية المشروعات. بصفة عامة احنا بنتواجد بسبب ان احنا معظم المشروعات اللي جوه احنا اللي مولينا كبنك الزراعي، لأن حجم تمويلنا وصل لأكثر من 58% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وده بقى اللي هياخدنا للسؤال التاني، أنت النهاردة طب كبنك ليه سبب تواجدك؟ أنا أولاً عندي 1135 فرع بغطي الوجه البحري والإبلي بالكامل بالقرى والنجوع بتاعته، بدخل مع إخواننا البسطاء سواء المزارعين أو غير المزارعين في تنمية القرى الريفية، وبالتالي عندنا المحفظة البنك وصلت لحوالي 72 مليار في شهر 9 اللي فات، منهم حوالي 40 مليار للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي ده بيمثل أكثر من 450 ألف عميل دول القائمين النهاردة. على المستوى التراكمي احنا مولين أكثر من 3 مليون مشروع متناهي الصغر. هل ده بيأكد أن البنك الزراعي مش بيدعم فقط المزارعين أو الفلاح المصري فقط؟ لا يا فندم، البنك الزراعي هو شغال اسمنا البنك الزراعي، بس احنا بنهتم بكل الانشطه الاقتصاديه سواء الزراعيه او الصناعيه او الخدميه او حتى التجاريه، لان التنميه اللي هي موجوده عندنا في الريف مش كلها زراعه، في مصانع موجوده او في ورش او في حتى محلات صغيره للتجاره او للبقاله او للمواد الزراعيه، كل ده ايضا الصناعات الحرفيه، وطبعا الصناعات الحرفيه على راسهم. حتى عندنا بعض البرامج المخصصه زي مثلا برنامج باب رزق، ده بندي فيه لغايه 15000 جنيه بسعر فايده مدعم لمده سنتين، وبعد كده لما المشروع بيكبر بننقله لحاجه اسمها مشروعك بايدك واحد واثنين لغايه 50000 جنيه، وكل ده من غير اوراق. بعد كده لما بيكبر شوية في تعاون ما بيننا وما بين جهاز تنمية المشروعات، نقدر ندي تمويل لغاية 100000 جنيه برضو بدون مستندات. كبرنا أكتر وأكتر بنعمل بقى سجل تجاري وبطاقة ضريبية، فعندي بعض البرامج الخاصة بشباب الخريجين بدي لغاية 30000 جنيه بسعر فايدة 9%، عندي برنامج ميكانة بدي آلات ومعدات سواء زراعية أو غير زراعية بديه لغاية بسعر فايدة 5% بدون حد أقصى، عندي برامج مخصوصة للمرأة بديها بسعر فايدة 3%، فبالتالي وكل ده في القرى وفي الأرياف، ده اللي موجود عندنا وده اللي بنقدر نخدمه، وعشان كده تواجدنا في القرى وفي الريف أكتر من القاهرة. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهنناقش دلوقتي أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية محليا وعالميا بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، وهيكلمنا عن ده من خلال التليفون المهندس لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب. أهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك بالشدة مشاهدين. باشمهندس لطفي، عاوزين نعرف من حضرتك إيه هو سبب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة اللي فاتت؟ هو الذهب بيتحرك دايما مع الازمات بشكل مباشر، وهو اكتر حاجه بتحس بالازمات، لان احنا عندنا الذهب يعتبر هو القلعه اللي الناس بتتوجه لها اول ما تحصل ازمه، يروحوا يبداوا يتحوطوا فيها للحفاظ على مدخراتهم، والحرب اكبر الازمات. فبالتالي الناس دلوقتي حصل اقفال شديد من الناس في العالم كله
على انها تتحول من السندات ومن اسهم الشركات ومن النقديه اللي معاها، بدات تروح تشتري ذهب عشان التحول، تخوفا من الايه، من المستقبل والحرب هيبقى فيها ايه، وحركه التجاره اللي جايه هيبقى شكلها عامل ازاي. وبالتالي احنا كدوله الذهب زاد في العالم كله، زادت الوقيه في البورصات العالميه من 1820 الى انها دلوقتي في اللحظه اللي احنا بنتكلموا فيها ب 1880، يعني دي 60 دولار تقريبا زادوا في الاوقيه اللي هي 31 جرام. فنتيجه الزياده دي زاد الذهب في العالم كله، وبالتالي احنا دوله من دول العالم، واحنا كمان دوله تعتبر مش بعيده عن المشكله، ده احنا اقرب دوله للمشكله. لذلك فهتلاقي برضو ان تاثير الذهب في الزياده اللي حصلت في العالم اتاثرنا بيها، وهنبقوا متاثرين بيها الى ان ربنا سبحانه وتعالى يحل الامر. باشمهندس لطفي، عاوز اعرف توقعات حضرتك خلال الفتره اللي جايه، هل هيكون في ارتفاع اكتر ولا ممكن يكون في انخفاض؟ طول ما احنا محليا وعالميا يا فندم، هقول لحضرتك حاجه، طول ما احنا لسه ما زالت الحرب شغاله وحدتها وشدتها بتزيد، يبقى ما فيش فرصه ان هو الذهب ينخفض. يعني الناس كلها دلوقتي بتتوجه انها تروح تشتري ذهب خايفه، فشيء طبيعي. اول ما باذن الله تبدا يظهر في الافق حل للازمه، هيبدا الناس ترجع تاني تحاول، كل الصانع هيتجه لصناعته والتاجر وحركه التجاره ترجع تسير بشكل طبيعي ومفيش تخوف، فهتلاقي ده بيظهر. انما طالما ما زلنا في لحظات الحرب وفي لحظات المشكله، فهنبقى دائما في حته توقع زياده الاسعار. باشمهندس، نصائح حضرتك للمواطنين ايه؟ بصي حضرتك اقول لك حاجه، يعني هو ايه، ما حدش يقدر ينصح في اللحظه ديت يقول للناس اشتري او بيع. هل يا باشمهندس، هل ده وقت للشراء ام للبيع؟ انت خلي بالك، انت بتشتري النهارده، ما هو برضه انا النهارده وانا بشتري، انا بشتري عند رقم في السوق المصري دلوقتي ده ب 2380 جنيه، اقول ان هو كان من ايام ب 2150، يعني في زياده حوالي 230 جنيه، واخد بال حضرتك؟ فهو ده رقم بالزياده عن القيمه اللي كنا بنشتغل عليها من اسبوعين، فاهماني؟ او من اسبوع. لكن مين قال ان بكره مش هيبقى بزياده عن كده 200 جنيه؟ يعني لو في حصل تدخل والحرب وقفت عند كده، ممكن الذهب يرجع ينزل تاني. لو ما حصلش هيزيد كمان مره. فانت ما تقدريش، ما حدش يتوقع اللي هو الاجواء السياسيه والعسكريه دي هتوصل فين. فاللي انا انصح بيه ان انا ابيع الذهب اللي عندي لو انا مضطر ومحتاج فلوسه. لو مش محتاج فلوسه احتفظ بيه. واشتري ذهب لو انا معايا فلوس متوفره وما عنديش لها شغل او التزام في وقت محدد، لان الذهب هو ادخار واستثمار بعيد المدى، مش حاجه قصيره. ساعتها اشتري، اللي عنده فلوس متوفره يشتري ذهب، بس مش عشان خاطر فتره قريبه، مش هيقول ان انا هبيعه كمان اسبوع او اسبوعين، لا ده حاجه ادخار بعيد شويه. تمام؟ وما تبيعش الذهب غير وانت فعلا محتاج فلوس، انما ببيعه عشان انا بقول ان هو كان احسن من ما اشتريت، الله اعلم ممكن يبقى بعد شويه تلاقي ان هو هيبقى زاد وتندم على انك اخذت هذا القرار. باشمهندس، الناس تشتري، يعني ينصح حضرتك للناس انها تشتري سبائك ولا تشتري مشغولات ذهبيه؟ لا، احنا المشغولات الذهبيه دي احنا بنشتريها عشان التزين. يعني هو القول اللي هو المشهور عن الذهب ان هو زينه وفدينه. اما ان احنا بنشتريها عشان يبقى شبك او حاجه نتزينه بيها، ودي بندفع فيها قدر من المصنعيه اكبر من اللي بندفعوه على الذهب اللي احنا بنختزنه. الذهب اللي بختزنه اللي هو السبيكه دي انا اقل قدر من المصنعيه او من التكلفه الدفع. فاللي عايز يحوش، اللي عايز يدخل قيمه، فاكيد هيشتري سبيكه. مش هيشتري مشغولات. باشمهندس لطفي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وفي سياق مختلف له علاقة بالدولار، فقد قررت البنوك المصرية إيقاف جميع التعاملات ببطاقة الخصم الفوري الفيزا خارج البلاد. هيكلمنا عن أسباب القرار ده الأستاذ تامر محمد، سكرتير شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ تامر. أهلا بيك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أستاذ تامر، عاوز أعرف من حضرتك تأثير القرار ده على الشركات الناشئة. طبعا هو التأثير، يعني القرار ده ليه تأثير سلبي
شديد على الشركات الناشئه، وخاصه اللي بتعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الماليه وشركات الاتصالات الصغيره، لان بيبقى في جزء كبير من مدفوعاتهم كانت بتتم من خلال كروت سواء البري بايد او الديبت او الكريدت، والكريدت ده بالنسبه الاصغر منه لان مش كل الشركات بيبقى متاح لها ان يبقى عندها كارت، يبقى متاح عندها كارت كريدت كارد. فكان كروت الديبت هي الوسيله الامنه للشركات لانها بتسحب من على حساب الشركه، فهي مسحوبات مرئيه للجهات الرقابيه تقدر تراقب عليها بشكل جيد، وكانت بتسدد بيه الاستخدامات بتاعتها سواء من التسجيل الالكتروني او مواقع الاستضافه الخارجيه او السيرفرات او تجديد الدومينز الخاصه بالشركات والخاصه بتصميمات المواقع الى اخره من الادوات اللي كانت الشركات الناشئه دي سواء بتدفع اشتراكات خاصه بيها عشان تطور الشغل بتاعها، او انها بتاخد مواقع تخزينيه على الداتا سنترز والاماكن الخارجيه للشغل الخاص بالعملاء بتوعها. فطبعا احنا بنتكلم هنا في مشكله كبيره، وللاسف سوء الاستخدام اللي كان بيتم من البعض اثر على الجميع بقرار البنك المركزي بوقف هذه التعاملات بشكل كامل. استاذ تامر، حضرتك شايف ازاي ممكن ننظم استخدام البطاقات دي؟ استخدام البطاقات حقيقة النهارده كل واحد مننا ليه اعتياد معين، والبنوك بتبقى عارفه الاعتياد، النشاط الاعتيادي للعميل. النهارده اي عميل بيعمل نشاط غير عادي بالنسبه له او نشاط بيشتبه فيه ان هو تجاري، لابد ان يتم وقف هذا الحساب ومساءله العميل الكلام ده بيتم ازاي. لو هو في اطار النشاط المنطقي العادي للشخص الطبيعي خلاص اوكي، لو هو بيعمل نشاط غير طبيعي وغير عادي وفي اساءه استخدام يحال الى المساءله القانونيه، لان انا النهارده وانا بمضي مع البنك وبفتح الحساب بتاعي هو بيشترط عليا وبيكتبني تعهد ان انا استخدم هذا الحساب في استخدامات الشخصيه. استخدامات الشركات المفروض ان هي ما فيهاش مشكله، لان في الاخر هو النهارده انا كشركه مش هقدر استخدم حساب البنك بتاعي في امور لا ترتبط بنشاط الشركه، لانها هيتاثر عليا تاثير سلبي في الضرايب وفي حساباتي الطبيعيه. ففي الطبيعي الشركات مش هينفع تسيء الاستخدام، فهو في اطار عمل وبيتم فرض عليهم رسوم التدبير الى اخره من الرسوم اللي كانت البنوك فرضاها. المشكله الاساسيه كانت في استخدامات الافراد غير المعتاده، ان هو بقى بيحاول يستغل الليمت اللي محطوط فيه كاملا بهدف تحقيق ارباح او استفاده مش المفروض ان هو يحقق منها. هي في الاخر هذه الكروت معموله لتلبيه خدمات، يعني انا لو ابني عنده امتحان بره عايز ادفع له 100 دولار ولا 150 دولار ولا 200 دولار ادفعهم من على الكارت دوت، مش ان انا اتاجر في هذه الكروت او في استخدامات هذه الكروت. استاذ تامر، هل شعبه الاتصالات يعني هيكون لها اجتماع مع الحكومه علشان هذا القرار؟ والله احنا كنا في اجتماع لسه يوم الثلاثاء الماضي قبل تنفيذ القرار ده بيوم واحد مع البنك المركزي، كان حاضر ممثلين من البنك المركزي، والمفروض ان احنا هنرفع لهم لبعض الامور الخاصه بشركات التكنولوجيا الماليه، وكان في تعاون تام من الساده ممثلي البنك المركزي، والمفترض ان احنا الاسبوع القادم هنرفع لهم خطاب نهائي للمتطلبات اللي احنا محتاجينها، وهنزود اكيد عليها الجزئيه الخاصه بيه. طيب استاذ تامر، كان ايه سبب الاجتماع؟ امور خاصه بالتحويلات اللي بين شركات المدفوعات وبين حمايه بين الاحتكار وبين حمايه المنافسه بين شركات المدفوعات المصريه وشركات المدفوعات الاجنبيه. ما كانش الاجتماع هدفه خالص هذا القرار بالكروت، ولكن جه القرار ده في نفس اليوم اللي احنا فيه الاجتماع، فاظن ان احنا ورقه العمل اللي هنرفعها للبنك المركزي اللي تم الاتفاق عليها بيننا وبين اعضاء البنك المركزي للحضور لهذا الاجتماع هتتضمن استثناء الشركات وخاصه شركات تكنولوجيا المعلومات
من هذا الوقت على الكروت الخاصه بمختلف الشركات. استاذ تامر، لو هنتكلم عن بدائل لهذه البطاقات، ممكن يكون لها بدائل؟ للاسف طول ما احنا محتاجين ندفع لمزودي الخدمه الخارجيين خارج البلد للاسف ما فيهاش بدائل، لان التكلفه، لان حيث احنا بنتكلم برضو على ارقام مش كبيره، يعني ممكن تكون الشركه بتحتاج لها 400-500 دولار في الشهر، مش الرقم الكبير. فالنهارده حتى ما اقدرش احوله، وحتى الشركات دي ما عندهاش اتاحيه للتحويل. ممكن يكون في توجه اخر، ودي لابد ان يعني لو التوجه دوت هيتم من خلال الحكومه، ان هي تضغط على هذه الشركات الكبرى ان يكون لها حسابات هنا بالجنيه المصري. ماشي، تقدم لها، احنا كشركات تكنولوجيا او تكنولوجيا معلومات او تكنولوجيا ماليه، نسدد للشركات دي بالخدمات اللي احنا بناخدها بالجنيه المصري في حساباتهم داخل مصر، وهم يتولوا بقى خروج الفلوس دي لحساباتهم، او تكون الدوله بتفرض عليهم وضع استثمارات بقى خاصه جوه البلد. فاظن ان احنا علشان نقلل خروج الدولار لهذا النشاط، لابد ان يكون للشركات ديت زي فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت والشركات دي كلها يكون لها حسابات داخليه هنا داخل مصر بالجنيه المصري لسداد هذه الالتزامات الخاصه بالشركات على حساباتهم بالجنيه المصري. واظن ده هيكون من الحلول، بس الحل ده ما ينفعش يكون حل. استاذ سامر، هل بالفعل ممكن هذا يطبق في مصر؟ وان والله شركه، يعني في بعض الشركاء يعني 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 فكره ان يكون فيسبوك، هل حضرتك تتوقع ان فيسبوك ممكن توافق ان يكون لها حساب في مصر؟ احنا كسوق مش صغير. لو الحكومه ضغطت في هذا الاتجاه مع القيادات العليا لهذه الشركات، اظن هيقبل باتفاق بقى بيكون بين الحكومه وبين هذه الشركات. أستاذ تامر، عاوز أعرف من حضرتك دور الشعبة في حل مثل تلك هذه المشكلات اللي بتواجه شركات الاتصالات في مصر. طبعا الشعبة هو دورها هو التنسيق ما بين الشركات وبين الجهات وبين الحكومة بجهاتها المختلفة. وبالفعل احنا من حوالي شهر لما ابتدت بعض الممارسات لشركات التكنولوجيا المالية حست ان هي بتسبب لها ضرر، وبعتت للشعبه هذه الطلبات، تم عقد الاجتماع بشكل فوري، وكان في استجابه قويه من البنك المركزي بحضوره معانا هذا الاجتماع، وناقش مع الشركات وتفهم الشركات ايه الاضرار اللي وقع عليها، وطلبوا مننا الصياغه بشكل نهائي عشان نرفعها للبنك المركزي لاتخاذ القرارات اللازمه. فهو ده دور الشعبه. نفس الكلام النهارده كان في اجتماع مع جهاز حمايه المنافسه من بعض اعضاء مجلس اداره الشعبه مع جهاز حمايه المنافسه، اظن في ترتيب لاجتماع قادم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كل ده بهدف حل المشاكل اللي بتواجه الشركات والصعوبات اللي بتواجه الشركات مع الجهات الحكوميه المختلفه. استاذ تامر، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ورجعنا لكم تاني، وهنستعرض دلوقتي دراسة الحكومة تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 شهور لتضمن انخفاض الأسعار واستقرار في سلع منتجات معينة. هيكلمنا أكتر عن ده المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ متى. أهلا وسهلا أستاذ متى. حضرتك عايزة أعرف منك أهمية قرار الحكومة بتعليق الرسوم الجمركية على بعض مستلزمات الانتاج. القرار ده يعتبر من ضمن الأقوى القرارات اللي اتخذت من الحكومة اتجاه البضائع في الميناء واتجاه لمصلحة المواطن. القرار ده جاي في وقت حقيقة عارفة ان في أزمة عالمية، وفي أزمة في العملة، وأزمة اقتصادية وتضخم، وعدم استقرار في المنطقة. فلما يجي قرار زي ده حضرتك من الحكومة المصرية، ده يثبت لنا انهم حاسين انهم عايزين يساعدوا عشان نوفر على قد ما نقدر من الأسعار ونقلل الوطأة على ميزانية المواطن. البنود اللي هي اترفع عليها الجمارك لمدة 6 شهور دي هتساعد ان هي اولا نعرف ايه هي البنود. البنود هي فول وعدس ودواجن ومستلزمات ألبان، مكونات ألبان بتخش في صناعة الألبان والجبن. فدول من
يعتبر من الأساسيات، البنود الأساسية على سفرة المستهلك. فبالتالي احنا مش هنلاقي في نوع من نقص بالبضائع في البنود الأساسية في الأسواق، وبالتالي المصانع هتشتغل، مصانع الجبن هتشتغل، مصانع الألبان هتشتغل، مش هنلاقي في زي ما كان في من حوالي 6 شهور نقص في إحدى المصانع الخاصة بالجبن، كانوا بيشتكوا إن كان عندهم مكون أساسي للجبنة بالجمرك. فهو دلوقتي تعريق الجمارك على البنود دي وتوفير العملة ليهم، ده هيساعد إن المصانع تشتغل. وزي ما احنا بنقول في السوق إن كل ما يكون في منافسة، كل ما يكون في منافسة أكتر في الأسعار. بمعنى إيه؟ إن لو كلنا شغالين هيبقى في منافسة، لكن لو واحد بس شغال هيبقى في احتكار. فاحنا بنقول من برنامج حضرتك احنا بنطمن المواطنين ونطمن الناس ان شاء الله مع المبادرة اللي هي مبادرة تخفيف الاسعار من يوم السبت القادم ان شاء الله، اللي هتبدأ ان شاء الله كمان يومين، هيكون في من النهاردة هيكون في هدوء نسبي في الاسعار، وبالتالي كلنا هنحس بيها. أستاذ متى، عايزة أعرف إزاي ممكن المصانع تستفيد من القرار ده؟ ويمكن حضرتك من شوية كنت بتشرح لي إنه إحنا ما عندناش مشكلة إن إحنا نتماشى مع خطة الدولة، بس عاوزة حضرتك تكمل. طيب إحنا يعني زي ما قلت لحضرتك، لو إحنا اتكلمنا على قطاع الاستيراد عامة، في بلد زي بلدنا بتستورد 65% لـ70% من وارداتها استيراد. فبالتالي أي مشكلة بتخص الاستيراد أو بتخص العملة الصعبة اللي هي بتمثل 30% من إجمالي التكلفة، لازم إحنا نكون عاملين حساب ليها كمستوردين. هيك برضو مستهلكة بتخلصي البرنامج وبتنزلي تشوف الأسعار وبتشوف النواقص بالأخص في البنود المستوردة في الأسواق. فإحنا شايفين كلنا إن المنتجات تامة الصنع. يعني إيه تامة الصنع؟ يعني بتيجي من المركب على رف التاجر وبيبيعها، ما بتخشش في مكون. دي لسه قدامها شويه، ولسه دي لسه في نقص عشان ما تحطتش من ضمن الليسته اللي هي الاساسيه اللي عليها استثناءات اللي طلعت من الحكومه. ايه هي الليسته اللي عليها الاستثناءات؟ الاكل والشرب والادويه ومواد الخام والمكن ومستلزمات الانتاج. دول اللي الحكومه جاهده بتوفر لهم العمله والاعتمادات عشان يطلعوا البضائع ويبقى في سهوله في السوق منها ومفيش نواقص، عشان دي حاجه اساسيه. أستاذ متى، عاوزة من حضرتك تقولي إيه هي بالضبط التحديات اللي بتواجه المستوردين؟ التحديات اللي بتواجه المستوردين في ظل القرار الخاص بالاعتمادات المستندية، هيك احنا عندنا بطء شديد في الاعتمادات المستندية. ليه؟ عشان خاطر في شورتج أو في نقص شديد في العملة، فبالتالي المستورد بيقف في طابورين، طابور تطبير العملة وطابور الاعتماد المستندي. احنا واقفين في الموضوع ده، داخلين في سنة ونص دلوقتي خصوص تدبير العملة. هل انضمامنا لقمة البريكس ما عملش اي حل، ما ساعدش يعني انضمام البريكس ليها شق تاني. الدول الفقر اللي داخلة في اتفاقية البريكس، هي دي الحكومة قالت ان ممكن احنا المستوردين يستوردوا من عندهم برضو بالعملة الخاصة بيهم، هي دي قللت الضغط على الدولار. لكن لسه لغايه دلوقتي احنا ما حسيناش بمميزات الانضمام للبريكسيت عشان خاطر في ازمه عالميه، لكن احنا متعشمين ان لما الدنيا اقتصاديا تتحل يكون في احساس للمواطن اتجاه الدول باتفاقيه البريكس عشان نحس بيها. لكن احنا نتكلم على الوضع الحالي. الوضع الحالي ان احنا المستوردين في ازمه، المستوردين قطاع لا يقل وطنيه عن اي حاجه في البلد، واحنا يعني زي ما بتقول كده متمسكين يعني. لكن في مستوردين كتير تضررت نظيرة الإجراءات، في صغار المستوردين برضو حضرتك، المستورد عليه مصروف عمالة وعليه إيجار وعليه التزامات، فهو كان معتمد على دورة رأس المال. المستورد الشاطر هو اللي بيدور رأس ماله كذا كذا دورة في السنة، لكن لما فجأة يطلع قرار مفاجئ زي قرار الاعتماد المستندي ده برضو أدى إلى برجلة المستوردين في الصفوف. فبالتالي احنا لقينا ان فعلا في قطاع كبير جدا من المستوردين بيعاني من فبراير 2021 او 2022 لغايه دلوقتي. فاحنا حضرتك المطلوب مننا، احنا مطلوب ان لما الدنيا تستقر نوعا ما في سعر الصرف، اقول لحضرتك على حاجه، طول ما في ضبابيه في سعر الصرف عمرك ما هتلاقي استقرار في الاسعار. احنا الاسعار الخاصه بالمنتجات تامه الصنع،
مش بتكلم على المنتجات اللي بيتم تجميعها هنا او الدخلة في الاستثنائيات من الدولة. ايه المطلوب؟ المطلوب ان يعني لما الوضع اقتصاديا يستقر، ما هو اقول لحضرتك على حاجة، في مشكلة؟ في مشكلة. انا يعني مش منطق ان الموج عالي حوالينا واحنا نطالب بيه دلوقتي نحل، احنا لازم زي ما بقول لحضرتك المستوردين قطاع وطني جدا، ما حدش يقدر يراهن على وطنيتهم عشان احنا زي اي قطاع. لكن احنا اتضرينا؟ اتضرينا بعدنا فتره، بعدنا فتره. الاسعار زايده؟ فعلا زايده. ليه؟ عشان التاجر او المستورد كل اللي حلته مثلا 50 60 كرتونه اللي تحت منه، هو اللي عارف هيستورد امتى، ازاي، وبكام، وامتى، وازاي. ما هو زي ما قلت حضرتك، انت موقفاني في التدبير وموقفاني في الاعتماد المستندي. طيب احنا بس بنطالب الحكومه ان هي سرعه النظر في فتح الاعتمادات للمستوردين وقبول الدولار، قبول الدولار، ودي نقطه مهمه جدا، قبول الدولار من المستوردين عشان نقف في طابور واحد مش في طابورين. استاذ متى، هل نقص المخزون زي ما حضرتك قلت من شويه، هل ده ممكن يؤدي الى احتكار في السوق؟ ما نقص المعروض في انهي؟ مش في الاكل والشرب، احنا اكل وشرب. لا حضرتك قلت لي المستورد هو عنده المستورد كمية من المنتجات، فهو هيفضل عايز محافظ عليها عشان يحافظ على راس ماله. هل ده حضرتك ممكن يؤدي الى وجود احتكار واستغلال الازمه الموجوده؟ مش هيكون في نوع من الاحتكار، لكن هيكون نوع في نوع من الزياده بالاسعار. ليه؟ عشان اللي عنده بضاعه هو عايز يامن نفسه، يامن تسعيره، يامن بيعه لغايه لما يعرف هيجيب تاني امتى، وده وضع الكل. بص يا فندم، حضرتك كحكومه احنا ما عندناش مانع ان احنا كمستوردين ان احنا نصنع، نتجه للتصنيع، احنا مش من مانع. ليه؟ لو ده اتجاه الدوله تخفيض الفاتوره الاستيراديه زي ما الحكومه بتقول، احنا ما عندناش مانع، لكن احنا محتاجين زي ما بنقول كده ايه، وقت، ومحتاجين نوع من الروشته ان احنا تنقليني انا كمستورد ان انا انزل اصنع. محتاجين اولا لازم يكون في وقت كافي، ثانيا لازم يكون في هدوء، عارف حضرتك، يكون في بيئه هاديه انت تعرفي تشتغلي. لكن لما يكون ان الجو مش مضطرب على طول وفي مشاكل، بالذات المشاكل اللي خاصه بالشغل، مش مشاكل عاديه، يعني مشاكل خاصه بالشغل والاستيراد والتخزين والمصاريف والعمله، انت مش هتعرفي تنقليني من مستورد لمصنع. لكن لو في هدوء في البيئه التجاريه، انا بقول لحضرتك احنا ما عندناش اي مانع ان احنا كلنا كمستوردين او نسبه كبيره مننا ان احنا نتنقل من الاستيراد للتصنيع. طب حضرتك شايف ازاي ممكن نعلم المستورد اصول التصنيع؟ اولا حضرتك لازم توفري لي قوانين تشريعيه ان انت تحافظي على الصناعه بتاعتي. واحد. اتنين، دعم الصادرات والحوافز تتصرف في مواعيدها. ما حضرتك برضو فين، احنا عندنا برضو زملاء واصحاب مصانع كتير في اتحاد الصناعات برضو بيعانوا من هذه النقط يعني. لكن اتجاه الدولة التصنيع ما عندناش مشكلة، احنا عمرنا ما هنخش في الصدام او هنخش في جدال مع الحكومة، ما فيش مشاكل. امريكا بتستورد، فرنسا بتستورد، ايطاليا بتستورد، المانيا بتستورد، الدول الكبرى كلها بتستورد، لكن بتستورد بقوانين مقننة، بقوانين مرتبة. احنا ما عندناش مانع ان احنا نبقى منظمين ومرتبين وعلينا قوانين احنا بنحترمها، احنا مش بمانع، احنا بنستورد حضرتك بالقوانين اللي خارجه من الحكومه، احنا مش المستورد اللي هيجادل في القانون يبقى مستورد مش صادق، لكن احنا بنحترم القوانين اللي طالعه من الوزاره. لكن احنا محتاجين وقت، ومحتاجين برضو الكلام اللي بنقوله هنفضل نقوله لغايه لما الموضوع ان شاء الله يعدي بينا كلنا للهدوء والدنيا كلها ترجع تاني، عايزين ورش عمل تعلمنا يعني ايه خامه، يعني ايه مكان، يعني ايه معامله لوجستيه. احنا ما نعرفش، احنا نعرف نسافر نستورد شغل ونلتزم بقوانين الجمارك ونخزن، لكن نصنع لا، احنا محتاجين نتعلم، ودي مش حاجه صعبه، بس دي اساسها ان احنا يكون عندنا وقت كافي. طب مطالب المستوردين ايه يا استاذ متى علشان ده يتم؟ مطالب المستوردين سرعة الفتح في الاعتمادات، قبول العملة الصعبة من المستوردين عشان نقف في طابور واحد مش في طابورين. احنا بنلتزم بكل الشروط اللي تساعد ان المستورد يستورد بضاعة مطابقة للمواصفات.
كلام كنا بنقول زمان ان المستوردين بيجيبوا منتجات غير مطابقه للمواصفات او منتجات رديئه، لا مفيش الكلام ده دلوقتي. ليه؟ ان كله هيئه المواصفات والجوده والرقابه على الصادرات والواردات كله بيراقب. فمين اللي هيستورد بضاعه غير مطابقه؟ واحد. اتنين، احنا برضو كل الكلام ده يا فندم يجي بعد اعتدال سعر الصرف. لازم نفهم يعني احنا مش بتوع عملة الحق النهاردة بكام والسوق الموازي بكام وهنا بكام، لا الكلام ده يؤدي الى وجود كل يوم بسعر. حضرتك بتنزلي تلاقي مثلا القلم ده النهاردة بكام؟ بمية جنيه، بكرة بمية وعشرة، بعده بمية وتلاتين. يبقى انت اوتوماتيكلي هتقولي ايه؟ ان المستورد جشع. لكن هو احنا بنقول ايه؟ ان المستورد بيسعر حسب اختلاف السعر بس. أستاذ متى، عاوزين نعرف من حضرتك ايه هي ابرز انشطة شعبة المستوردين حاليا؟ شعبة المستوردين حاليا احنا كلنا يعني على قلب رجل واحد عشان خاطر نعدي بالمستوردين هذه المحنة. احنا متقسمين لجان، اللجان شغالة واللجان بتتابع مع المستوردين. الاتحاد العام للغرف التجارية احنا مقرنا في الاتحاد العام، الغرف التجارية موجودة، اي مستورد عنده اي مشكلة طارئة، عنده اي حاجة وقفت في سكته سواء كان في الجمارك او في الواردات، الشعبة بابها مفتوح للجميع. واحنا متعشمين ان الايام الجاية ان شاء الله يكون في هدوء نسبي في الاسعار، سواء الاسعار الخاصة بالمستهلك سواء الاكل والشرب، وتبقى متوفرة. بس برضو عاوز ارجع اقول هيك على حاجة، الحكومة بتعمل اللي عليها، احنا برضو من واجبنا ان احنا نعمل اللي علينا. نعمل علينا ازاي؟ ان احنا نغير من سياستنا اتجاه بند الشراء بالذات في الاكل والشرب. اقول لحضرتك على حاجه، وقت الكورونا العالم كله كان فيه مشكله، احنا هنا ما كانش عندنا مشكله، سياسه التخزين احنا نغيرها. احنا ليه بننزل نشتري كل حاجه بتاعت الشهر في يومين؟ لا ليه، ما فيش حاجه تبقى ناقصه. لان هقول لحضرتك، لان الناس حاسه بعدم امان تجاه الاسعار. طيب. يعني هو دلوقتي الحاجه اللي هي ب 100 جنيه انا بكره هلاقيها ب 200 جنيه، علشان كده هو بيتجه لسياسه التخزين. ما هقول لحضرتك على حاجه، ده حضرتك دور برضو دور الرقابه. ما هو دور الرقابه في القرار اللي طلع من دوله مجلس الوزراء من يومين، الاجتماع كان فيه ايه؟ ان احنا حط ان المصنعين هيحطوا الاسعار على المنتجات. فحضرتك هتنزلي تلاقي البضاعه الايتم اللي انت عايزاه مكتوب عليه سعره، مش هتدفع اكتر منه، مش هتدفع اكتر من السعر اللي مكتوب عليه. طيب احنا ما ننزلش نتهافت على الاسواق ونشتري بالكم الخاص اللي انت تخزني عندك في بيتك. انت كده عملت ايه؟ انت عملت بلبله بالسوق، ارهقتي ميزانيه البيت، وبالتالي الحاجه ما خلصتش، بس تراكمت عندك في البيت والحاجات الميزانيه راحت في حاجات متوفره بالسوق. وحاجه تاني، الا المواطن يلاقي ان في بضاعه زايده بدون سبب ما يشتريهاش. انا بقول لحضرتك اي حد ينزل يلاقي بضاعه زادت من غير سبب بعد المبادرات وبعد كده، عشان المبادره اللي الحكومه عملها ما تبص، عشان المبادره ما تبص يا فندم. لكن لو احنا التزمنا بهذا الفكر التجار هتخاف، مش هتلاقي التاجر يقول لك انا عليا طلب كبير في حاجتي انا هرفع الاسعار. لا، مش عايزين ندي فرصه للتجار ان هي ترفع الاسعار او تخزنها بدون وجه حاجه. أستاذ متى، كنتوا موجودين في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، ايه هي بالظبط المطالب اللي قدمتموها في الاجتماع؟ المطالب احنا كلنا كنا متشجعين كوطنية ان مشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية، ودور الغرف التجارية على طول دور نشط جدا بالذات في المعارض، بالذات في المبادرات اللي بتأدي الى وجود نوع من الهدوء بالاسعار عشان المستهلك يعرف يحس الفرق. احنا كلنا ما قدمنا نوع من الـ زي ما بيقولوا ايه، الموافقه كوطنيين ان احنا نقدم بنود، وكل التجار ادت ان هي ساعدت ان هي ووعدنا بكده ان نقدمه نوع من هامش الربح يهدى شويه دعم عشان المبادره تنجح. ما هو الحقيقه على حاجه، احنا في ازمه لو احنا ما وقفناش جنب بعض. احنا ليه، ايه اللي خلانا نروح الاجتماع؟ او ايه اللي يجبرنا ان احنا نخش في مبادره زي دي؟ احنا لازم من جوانا يكون عندنا الحس الوطني ان احنا نقف جنب بعض في المحنه. وبرضه اقول لحضرتك حاجه، حضرتك شوفي حدودك، الدنيا حوالينا كلها فيها مشاكل، واحنا الحمد لله يعني عندنا نوع من الامن والامان، ربنا يعني ايه يحافظ على سياستنا ويحافظ على يعني رؤسائنا. وهم لو هي جت على بعض الزياده في بعض البنود ومتوفره، افتكر ان ده يبقى برضه نجاح
يرفق للحكومه. استاذ متى، هل كان في توجيهات من قبل الحكومه للمستوردين او للشعبه؟ في ايه؟ في الاجتماع؟ لا. هل كان في توجيهات معينه مثلا بخفض الاسعار؟ لا، هي يعني ما فيش حاجه جت للشعبه دايركت كده ان هي نزلت، لكن كان النقاش كله على انه يتم مثلا تخفيض هامش الربح علشان هامش الربح نعدي الازمه. اقول لحضرتك على حاجه، مبادره اهلا رمضان واهلا المدارس اللي بتبقى برعايه الغرف التجاريه، ما هو بيبقى فيها تجار، بيبقى فيها مستوردين كتير جدا، وبتلاقي حضرتك فرق من 30 ل 35% في المعارض. ليه بقى؟ عشان خاطر بيحصل نوع دعم من الايجار، دعم من زي ما بقول حضرتك ايه، الغرف التجاريه بتشيل جزء كبير جدا اللي بيحطه التاجر او المستورد على المنتج عشان خاطر يعرف يحسسك ان في نقص، ان في هدوء بالاسعار، بيوفر له المكان، بيوفر له الايجار، بيوفر له اللوجستيات اللي هو طرق التخزين، بيوفر له كل حاجه، فبالتالي انت تنزلي المبادره تلاقي فيها هدوء بالاسعار. القصه كلها يا فندم ان احنا لازم يكون عندنا الحس الوطني ان احنا نعدي المشكله دي على خير، وبعد ما نعدي المشكله نخرج منها عارفين ومتفقين كلنا ان احنا عايزين نتجه مع سياسه الدوله للتصنيع، مع الاحتفاظ ببند المستوردين. وانت مش هتعرفي في يوم وليله تلغي قانون الاستيراد مقنن زي ما طبعا مقنن ومنظم. استاذ متى، يعني سلعه معينه ايه اللي تم بناء عليها تعليق الرسوم الجمركيه وانتوا اخترتوا سلعه معينه، هل في سلع اخرى هيتم تخفيض اسعارها؟ هي السبع بنود اللي هما طلعوا في القرار بتاع مجلس الوزراء اللي هو اللي معانا ده، هو ده اللي هتلاقي فيه بنود اساسيه فيها هدوء في الاسعار. هي البنود دي حضرتك هي اللي دي اللي بتمس كل اسره، الجبنه والفراخ والبيض والشاي، كل ده يا فندم ده اللي هيحس بيه المواطن، الاحتياجات الاساسيه والسلع الاساسيه اللي برضو احنا بنقول التجار اللي تقدر ان هي تساعد ان يبقى في نوع من الهدوء باسعارها يبقى يعني هتنجح المبادره اكتر، وان شاء الله بدل ما المبادره تقعد 3 شهور لو نجحت ممكن تقعد تاني. انا احساسي او يعني توقعات ان هي ممكن تبقى في امداد ليها تتمد اكتر لو احنا كمستهلكين حافظنا على نجاح المبادره. ازاي؟ بتغيير سياسه الشراء. عاوزه من حضرتك اخيرا كلمه من حضرتك للمستوردين وكلمه للمصنعين وللمستهلك. بالنسبه للكلمه للمستوردين، احنا عارفين ان احنا كلنا كمستوردين احنا عانينا معاناه جامه. ان شاء الله الدنيا يعني نتعشم خير في قيادتنا وفي سياسه البنك المركزي، وهما لا يبخلوا على المستوردين بشيء، لكن احنا بنطلب منهم يبقى في نوع من السرعه في الاعتمادات المستنديه او ما يخص العمله الصعبه، واحنا كمستوردين عارفين ان في نقص في الغرف في العمله، ومتعشمين خير ان الدنيا ان شاء الله يحصل فيها فتح تدريجي للمستوردين، سواء اللي هم بيستوردوا منتجات تامة الصنع من دول يعني زي الصين عامة يعني، أو بيستوردوا برضو قطع غيار ومصانع مكن. طبعا القطع غيار والمكن ليهم أولوية عن منتجات تامة الصنع، لكن برضو بنسمع إن بيبقى في بطء نوعا ما في التدبير وفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين اللي بيستوردوا قطع غيار ومكن، لكن احنا متعشمين ان الدنيا تفك. ده بالنسبه للمستوردين. بالنسبه للمصنعين احنا بنقول لهم مستوردين المنتجات الداخله في الاستهلاك زي اللي داخلين في البنود اللي تم الاعفاء عنها، اللي هو تقدروا تساعدوا اكتر في تخفيف الاسعار ووطئة الاسعار على المستهلك، ده ان شاء الله هيساعد ان المبادره تنجح اكتر للمستهلك. أستاذ متى أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتكم للحلقة، وإن شاء الله دايما نكون في خير وأمان، وإن شاء الله ترجع الأجواء الاقتصادية أكتر وأحسن مما كانت. مشاهدينا الكرام بشكركم شكرا جزيلا، وكنت معكم شيماء موسى.